عندك بزاف اخوانا اخواتنا متابعين بلا قيد في الاخبار. مرحبا بكم في هذا البث المباشر من عين المكان ومن قلب حدث منطقه مرمى ابراهيم. كيف تشوفوا الناس واخا الله واخا كيف تشوفوا هكذا هي الاجواء. المنطقه منكوبه عن بكره ابيها. كيف تشوفوا اخواننا متابعينا من منطقه مرمى ابراهيم هكذا هي الاجواء. الناس خارجه الناس تحكي واقعة ليلة امس يقضي الله امرا كان مفعولا. كيف تشوفوا معظم الطيور مصدعة معظم الطيور يعني منهارة. كاين مجموعة ناس مازال تحت التراب ومازال عملية انقاذ مستمرة. حنا تنتوجه دابا في قلب منطقة مولاي ابراهيم. كيف تشوفوا غادي نحاولوا ندخلوا عند هذه السيدة لدارها ولو ان الامر صعيب شي شوية. الدار مشققة هكذا هي معاناتهم. كيف تشوفوا هكذا هي الاجواء. الناس مساكن من كوبا والناس تشوفوا الله سبحانه وتعالى رحمه الله وشكرنا شوف يبقى العمر. سقفوا على شويه واش بغيتي نشمعها وانا كي تشوفوا حنا من قلب منطقه مولاي ابراهيم. هكذا هي الاجواء. تشوفوا الله 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 المنطقة منكوبة. كيف تشوف كأننا في حرب نعوذ بالله. هكذا هي الأجواء بمنطقة مولاي إبراهيم. كيف تشوفوا كلفنا بمهمة تغطية هذا الحادث الأليم من إدارة موقع مدار 21. فاستغلينا الفرصة صراحة لننقلها لإخواننا متبعين منطقة بلعقيد أو منطقة عسى إبراهيم عامة. الأجواء هنا بمنطقة مولاي إبراهيم إحنا أول من بين أول الإخوة الإعلاميين اللي توجهوا هذه المنطقة لننقل لكم هذه المعاناة. لكن الزلزال عام مدينة مراكش لكن منطقة مولاي إبراهيم غير صراحة. معظم المنازل انهارت وناس منكوبة وناس ميتة تحت التراب ناس في بكاء وفي صراخ وعويل. نسأل الله السلامة والعافية. على كل حال إخواننا نقلنا لكم يعني جزء من الحادث حادث زلزال مدينة مراكش وبالضبط منطقة الحوز مولاي إبراهيم إلى ملخص كامل إن شاء الله. نقول لكم أول بأول والسلام عليكم ورحمة الله.